مع موفدنا جمعة عكاش. جمعة، إذا انتهت هذه الاجتماعات وهي من المفترض أن تضع الأجندة للعام المقبل، ما هي التوصيات التي ممكن أن تكون خرج بها المجتمعون اليوم إلى المنتدى الاقتصادي العالمي؟ نعم صبا، منذ قليل اختتمت أعمال مجالس الأجندة العالمية من خلال جلسة ختامية تحدث فيها مدراء المجالس الست عن التوصيات والمقترحات، وتحدثوا باقتطاب عن بعض هذه المقترحات التي لم تصل إلى الصحافة بعد، ولكن من ضمن هذه المقترحات ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وسبل مواجهتها. المجلس الخاص بالأزمة قال بأن صناع القرار وبعض الإخفاق في قراراتهم تسببت بالأزمة المالية العالمية، وهذا كان عامل رئيسي، وطالبوا بإشراك الجميع في صنع القرارات الاقتصادية على مستوى العالم، وليتجنب العالم أزمات مستقبلية اقترح مجلس الأجندة العالمية تشكيل مجلس عالمي ربما تحت إشراف صندوق النقد العالمي، بحيث تتيح للدول المشاركة بتجنيب مخصصات كبيرة لتفادي أزمات مستقبلية. أيضا طالب الدول بضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية باعتبارها استثمارات أقل مخاطرة من الاستثمارات في أسواق المال. أيضا تحدثوا، هناك مقترحات في جوانب تتعلق بالصحة وبالغذاء، حيث اعتبر مجلس الأجندة العالمية المسألتين مسألة عالمية ولا يجب أن يتم معالجتها على نطاق ضيق أي على نطاق محلي. وأيضا قدموا مقترحات في مجال التغير المناخي، وطالبوا بإلزام الشركات والمصانع باعتماد الطاقة النظيفة، وأيضا المجتمع الدولي بضخ مبالغ إضافية لتوفير الطاقة النظيفة التي يتوقف عليها مستقبل الكون والصحة في العالم. أيضا تحدثوا عن الحوكمة وقالوا أن الحوكمة من الصعب أن نجد يعني قواسم مشتركة في جميع دول العالم، لذلك يجب أن يكون هناك دائما خطط عمل بحيث يكون الحوكمة كنظام مشترك بين أغلب المؤسسات والتي تتعامل مع هذا النظام في العالم. صيبة، قد تسألينني أن هذه المقترحات قابلة للتطبيق؟ الجواب سيكون ربما نعم، وهي علامة فارقة حقيقة ما حصل خلال اليومين الماضيين في دبي، ولكن كما تعلمين الاقتصاد العالمي يتطلب وجود اقتصادات مفتوحة، وكما تعلمين الاقتصادات في آسيا وشمال أفريقيا هي اقتصادات مغلقة، وبالتالي فإن تطبيق هذه المقترحات ربما يكون صعب وربما يتناقض مع صالح مؤسسات تطبيق عالمية. هذه التوصيات طبعا الكلام فيها، المحاورة فيها، والخروج بتوصيات دائما أسهل بكثير من تطبيقها، بالنظر طبعا لتشعب وتنوع الاقتصادات العالمية. شكرا جزيلا لك جمعة عكاش.